يتميز المطبخ الإيطالي بقدرته على تلبية أذواق مختلف شعوب العالم. اليوم وبدقائق معدودة ستعلمنا الشيف إيزابيلا بافا طريقة تحضير النيوكي في كيتشن لاب. هي ورشة كبيرة؟ هي ورشة صفوف تنعطى، وأنا بعطي صفوف الطبخ الإيطالياني. نتعلم كيف منحضر النيوكي، بتعطينا شوي الانجريدينتس تبعه؟ رح نقول شو المكونات تبع النيوكي. أساس النيوكي هي البطاطا، صحيح مرات تنعمل باللقطين بس هي الأساس البطاطا. بفوت عليها زبدة، طحين وبارميزان. Naturalmente, mesdames, messieurs. بعد اكتمال عدد التلاميذ وإعطائهم موجزا عن طريقة تحضير عجينة النيوكي التي تكفي مقاديرها لأربعة أشخاص وتتكون من 250 جراما من الطحين، كيلوغرام واحد من البطاطس المسلوقة والمهروسة، و75 جراما من الزبدة، وحفنة من جبنة البارميزان. كالأطفال في الحضانة استمتعوا بعجنها حتى تماسكت ومدوها على شكل شرائح طويلة وقطعوها أحجاما صغيرة ثم وضعوها في الماء المغلي حتى الاستواء. تم تذويب 20 جراما من الزبدة على نار معتدلة وأضيفت إليها ملعقة من الفلفل الأخضر والقليل من مشروب الكولا الغازي و150 جراما من شرائح سمك السلمون الطازج حتى الاستواء. بعدها خلطت الصلصة مع العجينة وقدم الطبق الرئيسي على الطاولة إلى جانب المقبلات. شيف إيزابيلا، حان وقت تذوق طبق النيوكي اللي علمتنا إياه ويبدو لذيذ، أتمنى لو كان باستطاعتهم الانضمام إلينا، ولكن دون التفكير حضروه بالبيت دون التفكير بالحمية الصحية. صحتين. وألف صحتين.